الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ينعقد الآن المؤتمر الصحفي لإدارة العاملين بقناة الشروق على خلفية إيقاف القناة عن العمل بقرار لجنة إزالة التمكين يوم 7 يناير الحالي. يتحدث فيها السيدة المديرة العامة لفريق السر أحمد عمر عن موقف القناة وحيثيات هذا القرار على العاملين، فليتفضل السيد الفريق السر أحمد عمر. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أنا أشكر كل الذين حضروا هذا المؤتمر، ثم أيضا عبركم أشكر كل الذين وقفوا معنا من المنظمات الصحفية العالمية والمنظمات الصحفية الإقليمية والمحلية، وكل الذين سألوا وكل الذين تفقدوا وكل الذين اتصلوا. حقيقة أنا قبل أن أدلف للقرار وتداعيات وما إلى ذلك، لا بد أن نثبت بعض الأشياء. هذه القناة عندما انطلقت، وكلكم تعلمون أنها انطلقت في يناير 2008، ونحن تسلمنا، كان هنالك عدد من الإدارات تولت إدارة القناة، ونحن تولينا إدارة القناة في نهاية 2016، تحديدا في نوفمبر 2016 وبدايات 2017. طبعا هذه القناة قامت على أهداف محددة ولها دليل عمل صارم جدا، وهي تسعى لإرساء السلام والتنمية والاستقرار والإصلاح، ومعروف أنها تبنت كل قضايا أهل السودان، وهي طبعا تتميز بأنها هي القناة الإخبارية الوحيدة، ثم أنه هي تتميز بأنه لها التواجد في كل ولايات السودان، ويمكن هي نهت مسألة الهامش لأنها وصلت وأوصلت كل صوت وكل قضايا الأطراف عبر مراسلين. ونحن نستطيع أن نقول أن هذا الكادر الذي يدير قناة الشروق كادر مهني بحث متخصص، يضم خبراء لهم دراية بما يفعلون ولهم التزام صارم بدليل العام لقناة الشروق، بدليل أن هذه القناة يعني كان لها وجود حتى على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي، ويمكن الآن هي من 2008 لغاية 2019 حازت على 28 جائزة من مختلف المهرجانات. مهرجانات عقدت على مستوى العالم العربي، في تونس، في مصر، في البحرين، في الأردن، وفي عدد من الدول هذه القناة شاركت فيها وحازت على هذه 28 جائزة. ولعل هذا مؤشر واضح إنه هذه القناة يعني نافست على مستوى الإقليم، بل على المستوى العالمي، لأنه عندما حازت على برونزية تحقيق إخباري في 2018، مو برونزية حقيقة، فضية، في 2018 كان منافسيننا 52 قناة عالمية، 52 قناة عالمية كانت ضمن هذه المنافسة. قناة الشروق هي منبر جامع لكل الطيف السياسي، ونحن ما دارين نقول بنتحدى ولا بنفس هادي، بنقول كل الأطياف السياسية ما ظهر في قناة الشروق يقول نحن مصر ما في، في كل مسيرتها، خلال مسيرتها كلها، وهي تضم قناة الشروق كوادر من كل أيديولوجيات مختلفة، سحنات مختلفة، أفكار مختلفة، ولكن كلها تعمل في إطار مهني واحد. ده نريد أن نثبته.
قناة الشروق إنها هي نافحت عن قضايا، إنها هي عندها برامج كاملة ووقفت تماما، زي المحطة الوسطى كلكم متابعين، زي التحقيق، زي المباشر جدا، وهنالك حلقات ووقفت وهكذا. لكن هذا هو شان العمل الإعلامي. طيب نحن نجي للغرار. حفظنا الله دارين نقول حقائق مجردة، لا رد فعل ولا كده ولا كده، حقائق لتثبيت أشياء محددة. نحن الغرار ده فوجينا به تماما، ما كان عندنا علم إطلاقا، لغاية ما وصل وبلغتنا قوة أمنية بصورة محترمة، بلغونا بهذا الغرار. عندما طلبنا غرار مكتوب اعتذروا، وحتى الآن لم نستلم قرار مكتوب، حتى هذه اللحظة لم نستلم قرار مكتوب. هذه القناة لها نظام مالي دقيق جدا، وأنا أستطيع أن أقول كمدير تنفيذي من استلمت لغاية الآن أي مبلغ خش الشروق خش بنظام، صرف بنظام ومعروف خش كيف والصرف كيف، وعندنا مراجع. ولحسن الحظ هذا العام 2019 تم تكفيل الحسابات قبل يوم من تكفيل قناة الشروق بواسطة المراجع. أي قرش جانا نحن ثبتنا، أي قرش طلع مننا مثبت. نحن ما تصرفنا في أي حاجة في خلال مما قامت الثورة دي، ونحن اشتغلنا من ديسمبر العام الفات، استضفنا كل الأطياف السياسية، كل يقول رأي، كل يدافع عن وجهة نظره، كل يدلي بما يريد من ديسمبر. لأن نقول إنه نحن يعني كإدارة تنفيذية من حقنا النزعة، بل واجب علينا النزعة لإيجاد الأفضل. ما زالت استوديو، ما عندنا استوديو في اتحاد الشباب. نحن نعم سعينا انه نعمل استوديو، لانه هذه المغار مؤجرة. اخوانا القناة دي بدت في دبي، ما بدت هنا، ترخيصها ونشأتها وتأسيسها في دبي، هذا حديث اخر. كما ذكرت انتقلت بالكامل في 2017، بداية 17 نحن نقلنا البث للخرطوم، لذلك هي بدأت خارج الخرطوم، ودي هذه استوديوهات كانت مؤجرة، والماكين بيطالبوا كل سنة وهكذا، ترى تستطيع أن تتوسع، ولكن فمن حقنا بل واجب علينا النزعة لأن تكون لنا استوديوهات أخرى. ما تصرفنا في قطعة أرض الآن إطلاقا، أريد أن أثبت هذا الأمر. نحن حقيقة يعني مع أي تفتيش، مع أي مراجعة، هذا حق طبيعي، وهذا لا يزعج إنسان بل لا يرفض إنسان. ونحن حقيقة جاتنا لجنة قبل كده، جاتنا لجنة بمستوى رفيع من المجلس العسكري، بقيادة رتبة رفيعة، بقيادة فريق، وهذه اللجنة ضمت معظم التخصصات المطلوبة، جلست معانا جونا بصورة حقيقة محترمة جدا، نحن نشكرهم عليها، واخترونا، وأي معلومة طلبها سلمناها، ما عندنا شيء آخر. أي معلومة طلبت تم تسليمها. نحن كون نخش في شراكات، نتلقى دعومات، أخونا ده شأن كل قناة، ما في قناة ما عندها شراكات، ما في قناة ما بتتلقى دعم، بالذات القنوات الإخبارية. لكن كل ذلك مرصود، كيف جاء وكيف صرف مرصود وبدقة. مطلوبين؟ نعم، ما في قناة ما مطلوب. وهذه الدولارات
او المديونيه بتاعت الدولارات هي للاقمار الصناعيه. احنا كنا بنبيس على قمرين وفي الفتره الاخيره على 3 أقمار وكلها بتكلفه عاليه جدا. كثير من القنوات تم قضاء الارسال عنها، انت تعرف تم قضاء الشارع عنها، انت تعرف لمديونيه. كثير من القنوات مديونه نفس المديونيات بتاعتنا واكثر. ما في غرابه ولا في غضاضه في هذه المساله. لكن هذه المديونيات انت تعرف ان للاوضاع الاقتصاديه في البلاد مؤخرا، ارتفاع سعر الدولار، عدم وجود الدولار بالسعر الرسمي وهكذا، ادت لتراكم المديونيات. وهذه يعني نصر انها ما حاله شاذه ولا نشاذ، هي معروفه. نحن لنا رعايات، نعم، لنا شراكات، نعم، ولكن في الفترة الأخيرة تأثرت هذه الشراكات، وتأثرت حتى الإعلان تأثر كثير جدا. يعني دي ظروف معروفة للناس كلهم، وحصل لنا شح حقيقة. وبذلك نحن لازم نزعى لأنه نمشي، والحمد لله ما وقفنا. بالذات في الفترة الأخيرة كل هذه المسائل تحملها، يعني كل نقص يحصل لنا مرتبات وخلافه تحمله الأخ أستاذ جمال الوالي عبر مكتبه هنا في السودان. وصحيح إنها هي حصل بعد ذاك تنازل للأخ جمال الوالي، لأنه يمكن قال هو داعم الوحيد للغناء بعد الشح اللي حصل وبعد تأثر الإعلان وتأثر الرعايات وتأثر وارتفاع سعر الدولار وما إلى ذلك. أما مسألة إنه المدير عنده 15 كان سهم، دي أنا ما اشتريتها، يكون واضح، انتقلت من المدير السابق. وكل مدير بينقل للمدير لضمان حسن إدارة الغنى. لا، هذه كانت أسهم المدير السابق، انتقلت بصورة تلقائية للمدير الحالي، من جاء مدير تاني تنتقل كان، لكن الآن هي رجعت للمالك ولرقم مال الوالد. يعني نحن حقيقة هذا القرار انه الان العاملين انتوا شفتوا اصدروا بيان متأثروا بهذا الامر تأثير مباشر، و عشان كذا نحن معنيين مسؤولية من العاملين دي، مسؤولية قانونية، مسؤولية اخلاقية، مسؤولية تضامنية، مسؤولية ادارية. مسؤولين العاملين لابد نعكس هذا الأمر، ونتمنى إنه ما يتضرروا. احتكام للقانون، كل شخص يزعى للاحتكام للقانون، وده وسيلة محترمة ووسيلة منطقية نحن نحتكم للقانون. ذلك إجراءات قانونية تسير بواسطة المالك، وهنالك عمل إداري حقيقة. يعني نزعى إنه أنا كان ما تتأثر، ولكن بالطبع يعني أنا توقف تمام. يمكن نحن أردنا إنه نوضح في نقاط سريعة، لأنه الزمن ماشي والمغرب قرب، أردنا إنه نديكم خطوط عريضة بهذا الأمر وهذه التداعيات التي حدثت. شكرا لك الأخ نائب المدير العام الأستاذ علي المبارك، إذا عنده إضافة ممكن تفضل.